كابتن ماهر، كيف ترى هذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا بنحيي دولة الإمارات، حكومة وشعب، على استضافة السوبر الأهلي والزمالك. وإحنا كان لينا يعني جولات في أبو ظبي بشكل كبير جدا. عايز أقول إن الجالية المصرية إذا كانت أهلاوية أو زملكاوية بيستمتعوا بشكل كبير جدا في لقاء القمة. شفنا التنظيم الجماهيري اللي على أعلى مستوى، أمير الأسرة المصرية، الراجل وزوجته وأولاده، حاجة جميل، حاجة تفرح. تشجيع، انضباط، دخول بانتظام، يعني بيأكدوا فعلا الشعب المصري ده شعب راقي. كمان البنية التحتية والبنية الأساسية، الاستاد والأرضية والأجواء الإماراتية كمان بتساعد بشكل كبير جدا على نجاح السوبر أو قمة الأهلي والزمالك. كمان شعار البطولة دي أنا في رأيي شعار الفير بلاي، لعب نظيف بصراحة يعني. فإحنا بنسيب سمعة كبيرة جدا في لقاءات السوبر في أبو ظبي باللعب النظيف واللعب الجميل واللعب المحترم، واللعيبة الفرقتين كمان بيأدوا أداء متميز بصراحة من الناحية البدنية والفنية والخططية. وفي الأول والآخر اللي بيكسب بنقول له مبروك، واللي بيخسر بنقول له هارد لك. أكيد. لكن أنا شايف المرة دي طبعا هتختلف عن المرات السابقة، يمكن أمير يا كابتن جمال، إن الاتنين المدربين اللي موجودين يعني خبرات كبيرة جدا. وإحنا الحمد لله كمان ربنا كرمنا مستر كولر، الراجل المدير الفني مبشر، مبشر، وأنا شايف إن راجل للمرحلة دي. وإن الراجل أول ما يعني وقع الاختيار عليه، الراجل فعلا يا أمير بيشتغل ما بيسيبش حاجة يا كابتن جمال. صح. بصراحة يعني. صح. وراجل منضبط، وكمان الراجل العامل النفسي الجميل اللي هو قدر يزرعه فيه لعيبه النادي الاهلي، الابتسامه اللي موجوده على لعيبه النادي الاهلي بتبعت رسائل كده ان احنا قادمين، ان احنا ان شاء الله باذن الله موجودين. في صوره كمان جميله جدا، الراجل راكب الباص واللعيبه موجوده معاه، عامل زي القبطان بتاع السفينه اللي ان شاء الله باذن الله ينقلنا لبره.